وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024-2025 ليكون 2200 جنيه للإرداب جودة 23.5 و2150 جنيها للإرداب جودة 23 و2100 جنيه للإرداب جودة 22. جاء ذلك وفقا لما عرضه وزير الزراعة بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين بشأن السعر الاسترشادي لزراعة القمح. هذا واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023-2024.